احنا بنعرض بس وما لناش دعوه. خلينا نكمل وننتقل للاهلي اللي خاض لاعبي الاهلي تدريباته البدنيه كانت متنوعه امبارح تحديدا، وكنا اعلنا ده برضو مع حضراتكم استعدادا طبعا لمواجهه الرجاء المغربي على لقب كاس السوبر الافريقي اللي هيكون الاربع الجاي باذن الله بقى ونكون منصورين. بيتسو موسيماني المدير الفني قاد تدريبات خططيه متنوعه، كمان بما ان احنا بنتكلم من الاهلاويه بقى في كل مكان، امبارح كابتن محمود الخطيب كان في يعني كده زي ما بتقال يقطه حلوه قوي او لافته حلوه قوي رئيس النادي طبعا، قابل أسرة مصرية أهلاوية هناك كان بناء على طلبهم يا كريم، هو كانوا طالبوا إن هم يقابلوه، على فكرة حتى هنا في مصر الناس بتبقى عايزة إن هي تقابله يعني، فده حصل بقى هناك وهو أهداهم تيشيرت الفريق واحتفلوا بعيد ميلاد. طبعا إحنا نوهنا عن ده إمبارح بس كان في احتفال استكمال للاحتفال بعيد ميلاد محمد الشناوي، وكواليس كتير كتير جدا كنا بنعرضها وهنعرضها لحضراتكم من خلال طبعا قناة الأهلي. النهاردة كمان أكيد هنتابع معاكم كواليس بعثة الأهلي قبل مواجهة بقى الرجاء بالسوبر الأفريقي خلال الحلقة وفيما بعد مع الزملاء.